السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوجد مقولة تقول أن الناس على دين ملوكهم، تمام؟ نحن في البداية آباءنا كانوا متصوفين، كانوا أهل تصوف، وكانوا يلبسون العمامة البيضاء، وبعضهم كان يلبس العمامة الصفراء، وهذه العمامة تسمى عمامة حلبية من سوريا، والعمامة البيضاء عمامة أحمدية تسمى، وكانوا يسكنون مرتفعات الحبشة، وكانوا بارين بثقافة موطنهم، وكانوا يتحدثون اللغة الحبشية، ويلبسون الزي الحبشي، ويتزوجون من أحباش، ولا تستطيع أن تفرق بينهم وبين الأحباش إلا في بعض تفاصيل الزي، أما في الثقافة وفي التفكير وفي الكلام وفي اللغة فهم أحباش صرف. حتى نحن الذين نشأنا معهم في الغربة بعد أن تركوا بلادهم وهاجروا إلى دولة إسلامية، تمام، نحن أيضا ولا زال يوجد فرق بيننا وبينهم، إذ أنهم يحملون الهوية الحبشية، ونحن بحكم نشأتنا في دولة عربية اكتسبنا الهوية العربية. حتى وإن كان أبي في الأصل عقيلي قرشي وأنا ورثت عنه ذلك، إلا أنه ذاب في الثقافة الحبشية، وهويته وتفكيره وثقافته حبشية، وعاش في بلد عربي يتحدث اللغة العربية كما يتحدثها الأعجمي. لماذا؟ لأنهم سكنوا في بلاد الحبشة زمنا طويلا، وكانوا من سكان المدن، من سكان المدن. فنحن عرقيا من قريش، وليس كل الجبرتيين قرشيين، ولكن كلمة جبرتي هي جامع مسلمين، مفرد كلمة مسلم. طيب، في ظل الواقع الذي نعيش فيه وعلى مرأى ومسمع من الأحباش ومن الأعراب، نحن حاليا موقعنا ليس له محل من الإعراب، إذ أننا لسنا في الأصل أحباش بالعرق، والعرق هو الآن جزء من الوطنية. أنت مواطن، أنت مواطن بالعرق بغض النظر عن دينك ومذهبك وهذا، فالعرق أولا. هذا هو الفهم السائد اليوم. ومن ناحية أخرى، أن ثقافتك الدينية أو مذهبك الديني مضيق عليه، لأنه لا يتبع السلفية الوهابية، فثقافتك وثقافة آبائك ومشايخك هي كلها مختصرة في هذه المقولة التي تقال في كل يوم جمعة، أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن سلمت وتوجهت إلى السلفية وأصبحت سلفيا، فلن تحصل على حق المواطنة
في بلدان السلفيين، في بلد السلفيين لن تحصل على حق المواطنة ولو لبست الشماغة والعقال. تمام؟ ولن تكون عرقيا من الأحباش، لأن العرق يكون بالولادة ولا يكون بالانتماء. وإن قيل أن الشخص قد ينسب لغير قبيلته نسب الحمية والاحتماء، ولكن هذا ليس أصيلا في فهمنا للعرق. ونتيجة لذلك أصبح الجبرتي وتحديدا الذي ليس من أصول حبشية، وتحديدا الذي من أصول هاشمية، وإن كان سواء كان له ما يثبت هذا النسب ولا يثبته، لن يكون له مكان تحت الشمس، وسيعيش مثل ما عاش اليهودي، مثل ما عاش اليهودي بلا وطن قبل أن تؤسس دولة إسرائيل، يعيش مهمش بلا وطن، تتدافعه من جهة العراق التي ترى أنه لا ينتمي لها، ومن جهة المكفرين الذين يرون أن ثقافته الدينية لا تمت بصلة لا من بعيد ولا من قريب إلى الفرقة الناجية التي يروون الحديث عنها أن هناك فرقة ناجية واحدة. وهذا المكان هو أسوأ من موقع الكافر في بلاد المسلمين، موقع المسيحي في بلاد المسلمين، موقع اليهودي في بلاد المسلمين، موقع اللا ديني في بلاد المسلمين، وموقع الملحد في بلاد المسلمين. فأسوأ منهم هو هذا الشخص. حتى المثلي له حقوق، ولكن الجبرتي ليس له حقوق، وليس له موطن، وليس له مكان تحت الشمس. وإن أراد أن يعود إلى قرشيته التي تركها منذ أن هاجر الصحابة إلى الحبشة، هم تركوا خلفهم البداوة، وتركوا خلفهم القبيلة، واختاروا الانتساب إلى الإسلام، واختاروا أن يعيشوا بطريقة إسلامية، أن يعودوا إلى قرشيتهم. فلا يوجد اليوم قريش، ولا يوجد اعتراف أنك قرشي، حتى وإن حاولوا هذا الشيء فلا يوجد مستند يثبت هذا الشيء سوى يقين اضطهاد السكان الأصليين وتهميشهم من جهة، ومن جهة أخرى تكفير وتفسيق وتبديع السلفية الوهابية لهم طيلة السنين الماضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتداعيات هذا الشيء بشكل طبيعي يكون له الأثر على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الثقافي، من التهميش والمظلومية وعدم النصرة والترك بلا سند ولا ظهر. يواجهون التهميش والازدراء من الصغير والكبير والقاسي والداني، إذ أن ليس لهم حماية وجهة تحفظ لهم حقوقهم لكي يعيشوا في كرامة وفي أمان. وفي النهاية لا يسعني أن أقول إلا شيئين. الشيء الأول، لا يوجد قاسي أو داني لا يعلم أن الجبرتيين ليسوا فقراء،
فنحن أصحاب تجارة، وربنا رزقنا من حيث لا نحتسب دائما ودوما، ودوما كنا في الأوطان التي نسكنها كنا أصحاب عطاء. الشيء الثاني أننا مع مخالفينا ندين معهم بدين الله، وأن نقول أن الله أمرهم في حديث رسولهم صلى الله عليه وسلم أن تحبوا ما تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإن كنت أنت ترى أن الحفاظ على العرق والحفاظ على الثقافة واجب، فنحن كذلك نريد أن نحافظ على ثقافتنا الدينية. نحن ليس لنا ثقافة عرقية، ثقافتنا دينية. وكما أنك ترى إن كنت متدين أن السلفية الوهابية هي الدين الحق، فيحق لغيرك أيضا أن يحافظ ويرى أن فهمه للدين هو الفهم الصحيح الأنسب له على الأقل، ولا يحق لك أن تضطهد وأن تتدخل في شؤون وفي اختيارات الأفراد ما لم يتعرضوا لك بسوء. والأجدر أن يكون هذا حق طبيعي مثل ما هو حق للكافر والأشخاص الذين من الديانات الأخرى والهندوسي واليهود والمسيحيين، أن لهم حق عدم التدخل في شؤونهم الدينية، ولا يحق لك أن تسائلهم أو تناظرهم أو تفتش في فهمهم وتخطئهم في الدين وتبدعهم وتكفرهم، عوضا عن أن تصعد في المنابر وتقول أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول ذلك في خطبه. وفي الختام أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يوفق العلماء إلى جمع الكلمة والاجتماع على كلمة الإسلام، على إسلام سيدنا محمد، وأن نتعايش بالرغم من اختلافاتنا في العقيدة وفي الثقافة وفي الفهم وفي الفقه، أيا كانت الاختلافات، أن نتعايش على أننا كلنا مسلمين ولا يكفر أحد بعضنا بعضا، وأن نتعامل مع المسلم الآخر المخالف معاملة الكافر إن لم يكن بمعاملة المسلم أن تحب له ما تحب لنفسك، فعامله معاملة الكافر، فتلك المعاملة التي نراها ترضينا، معاملتكم للكافر التي نراها ترضينا. إن كان لا يمكن التعامل كمسلم فعاملوهم ككفار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.